فتح المجال الجوي ببعض مطارات المملكة للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، قطاع الطيران أو النقل الجوي كيلعب دور مهم في جلب المستثمرين وفي التنمية السياحية والاقتصادية ببعض الجهات المملكة، إلا أنه السيد الوزير بعض مطارات الأقاليم كإقليم زاكورا نموذج في عزلة جوية تامة. هذا ما كيجعلنا السيد الوزير اليوم نسألكم، واش عندكم شي تصور باش هذا المطار يرجع للحركة اللي كان فيها قبل كورونا؟ وشكرا. شكرا السيد النائب. جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم على هذا السؤال. نذكر بأن بلادنا اعتمدت فتح الأجواء لأكثر من 20 سنة الآن باش نقدروا نجذبوا الشركات ديال النقل الجوي الدولية علاوة على الشركات الوطنية. وباش نواكبوا حركة النقل الجوي الدولي والداخلي، تتعمل الوزارة من جهة على تحسين البنية التحتية المطارية مثل مطار زابورة مع المحطة الجوية الجديدة اللي تفتحت في 2019، ومن جهة أخرى تنشجعوا الشركات ديال النقل الجوي باش تفتح أو تكتف الرحلات الجوية إلى مختلف مطارات المملكة. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الموجودة اليوم مع جهة درعا التافيلال مكنات من توفير 4 رحلات أسبوعية بين زاكورا ومطار الدار البيضاء، وسمحت لهذا المطار من استقبال 11000 مسافر تقريبا سنة 2022 بمعدل استرجاع 65% مقارنة مع كورونا قبل كورونا. وعرفت 9 الأشهر الأولى من 23 نقل ما يزيد عن 3000 مسافر، أي بزيادة قدرها 29% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، الشيء اللي جعل هذا المطار يسترجع النشاط ديالو قبل الجائحة. شكرا. شكرا سيد وزير. تعقيب سيد النائب، تفضلوا. وزير، نعم هادشي اللي قلتي كاين سيد الوزير، ولكن باقي طامحين في كثر، لأنه السيد الوزير المنطقة منطقة سياحية وكتعتمد على هاد الخطوط الداخلية، فلا يعقل السيد الوزير السواح يجيو من برا وعندهم زاكورا ويتسناو في الدار البيضاء 6 السوايع حتى 10 السوايع. الله يجازيك بخير السيد الوزير، مجلس الجهة بغى يوفر الاعتمادات وهو في مستعد باش يدخل شريك، وجين راه جاو تفاوضوا معكم، ولكن لا يعقل السيد الوزير باش الخطوط تحتكر السوق. حلونا الله يجازيكم بخير، كاين خطوط اخرين بغاو يدخلوا، كاين الخطوط، كاين شركات اخرين بغاو يدخلوا. الى الشركه الاولى ما بغاتش تدخل مع الجهه، الله يجازيك بخير، راه كاين الخطوط. قلت لك السيد الوزير المطار الله يجازيك بخير طلقوه يرجع كما كان قبل كورونا. راه كانت يوميا الطائره في زاكورا كدير الدار البيضاء مراكش زاكورا. فالله يجازيك بخير السيد الوزير، راه كنطالبوا منك من هذا المنبر، هذا الاقليم راه في فنادق كبرى راه كتسد دابا. راه لا يعقل السيد الوزير باش هذه الجهه نغلقوا عليها الفضاء الجوي باش نقتلوها باش جهات اخرين ينتعشوا. الله يجازيك، راه المغرب واحد السيد الوزير. الله يجازيك بخير وشكرا. شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ نشوفهم من المعارضة. تفضل سيد نائب. شكرا السيد الرئيسة. السيد الوزير، فقط هذه فرصة باش نذكركم بالوضع ديال المطار ديال بوعرفة، اللي هذا المطار اللي كان تم الفتح ديالو في بداية 2019، ومع الظروف ديال كورونا اللي عاشتها البلاد تم الإغلاق ديالو بحال واحد المجموعة ديال المطارات، واللي بطبيعة الحال استرجعوا الحركة فيهم، إلا أن المطار ديال بوعرفة بقى مقفل. وكما كتعلموا السيد الوزير، هذا المطار اللي جا في واحد المنطقة حدودية، واحد المنطقة نائية، واحد المنطقة فقيرة جدا. وباش نساهموا في تفعيل العدالة المجالية، احنا السيد الوزير معولين عليكم باش تساعدونا إن شاء الله على فتح هذا المطار من جديد، وشكرا. شكرا السيد النائب. رد السيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة. أنا بغيت غير نقول للسيد النائب بأنه لا يوجد أي قيود على المطارات اللي تنتكلموا عليها. يعني أي شركة نقل جوي دولية أو وطنية بغات تربط على سبيل المثال مطار زاكورا بمدن أخرى فهي مرحب بها. المشكل اللي تيطرح هنا هو أنه الجاذبية والعدد ديال المسافرين ما توصلش ما تتبغيه يعني الشركة ديال الخطوط باش تقدر تربح الفلوس، باش نهضروا بالكلام يعني طبيعي. وهنا تندخلوا حنا باش ندعموا بعض الخطوط باش تولي الجاذبية لهذوك المناطق، ومن بعد
يقدروا شركه ديال الطيران يولجوا طبيعيا لهذه المناطق مع تنميه السياحه والتنميه الاقتصاديه اللي تنتمناو نوصلوا لها بهذا الدعم هذا. شكرا. شكرا سيد الوزير.